بمناسبة القرعة الكبرى لاتصالات المغرب، فوزوا من الآن بسيارة فاخرة. للمشاركة يكفي تبعتوا 16 عبر SMS للرقم 4444. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا بعض المواطنين المغاربه شنو رايهم في النموذج التركي، لا من حيث اللباس ولا من حيث الافلام ديالهم. نمشيو نشوفوا الاجوبه ديالهم. بزاف ديال المحلات كيستغلوا هاد العيب ديال انها تركيا وكيقول لك حق هاد السلعه اللي جبنا ديال تركيا وكذا، ولكن ما كنلقى ما كاين لا تركيا لا والو، غير كيستغلوا ديك مهم سبونس السمعه ديال تركيا انهم يسوقوا ديك السلعه ديالهم الى اخره. النموذج التركي زوين خاصيه اللباس ديالو، كيعجبني انا بخصوص كيعجبني اللباس ديالهم والافلام ديالهم، يعني افلام عاديه. انا ما كنتفرجش في الافلام التركيه بزاف، ولكن كيعجبني الشكل ديال اللباس ديالهم. رايي ان السلعه التركيه وان الترك جماعة زعما بالافلام ديالهم وداكشي اللي جابوا لنا كيأثروا علينا بزاف كاع، قبل داكشي التركي اكثر من المغربي دابا حنا في المغرب. بيان سور تركيا ترات بزاف على المغاربه، انا ما كنتفرج فيهم ولكن غير كيفاش الناس كنشوفهم كيعاودوا شنو كاين فيسبوك. سكو بحال دابا كاين واحد المسلسل وصل 3 سنين و 4 سنين ومازال ما سالاش، والناس مازال متبعينه ومازال كيتسناو الحلقه الاخيره، وانا جوبونس باش هذا المسلسل غيسالي. الناس كبروا معاه وماتوا. ما عرفت واحد الناس اللي غاديين شويه لقدام، واحد الناس اللي قدروا على انهم يخرجوا من داك الانحطاط والمشاكل اللي كانت عندهم ويزيدوا لقدام. دونك كنظن على انه نشوفوا سكي بوزيتيف، ما هو ايجابي هو الثوره اللي داروا هاد الناس هذا والتقدم اللي كيعيشوه، وما نحاولوش نشوفوا على انهم راهم كيديروا مسلسلات اللي كيصدروا لدول اجنبيه بحال لوكا ديال الهنود او المصريين وغيرهم، لان كنظن على انه ما كاين حتى شي علاقه ما بيناتهم. الثقافه التركيه غزات المغرب في كل شيء، في اللباس في المنتوجات ديالهم. كتلقاي لي سوبر مارشي كلهم منتوجات اغلبيه دابا تركيه، كنا كنشوفوا اوروبا وداك الشيء دابا تركيا بزاف. يعني بالنسبه للافلام لما داكشي راه اثروا على العيالات بزاف، ولين المنتوجات ديالهم يعني كاينين بالجوده زعما زوينين، يعني مزيانين. حيت الافلام تاع تركيا تلقى انا ضد الفكره باش الاذاعات المغربيه يتقدموا فيها الافلام تاع تركيا، من الاحسن يكونوا الافلام مغربيه. ما من ناحيه الموضه ديالتهم السلعه ديالتهم مزيانه، انا كتعجبني. انا كناخذ سميتو الحوايج تاع تركيا، هذه نيت اللبسه ديال تركيا. هو من حيث اللباس زوين، ولكن من حيث الافلام انا اخرج على بنادم بزاف، ولينا كتقولي زعما في الفيلم كتفرجي وفي الميم طون كتخيلي ان داكشي يقدر يكون بصح ولكن هو غير كذوب. ساسا مجتمع الى كثر من شي حاجه، يعني بقى كيتفرج في شي ستيل ديال سواء ولا الافلام التركيه ولا الافلام من اي يعني من اي اصل، غادي تاثر بهم يعني شي حاجه طبيعيه، يعني غادي تاثر في طريقه التفكير، غادي تاثر في طريقه اللباس، وكاين التاثير اللي هو غيكون ايجابي وتاثير سلبي، يعني حسب ذاك المجتمع اشنو كيجيب لينا. انا ضد الافلام التركيه لان من انتاج واحد علمانيين واخلاقيا زعما راهم ما خصهمش يشوفهم كاع لا كبير لا صغير مع كامل الاسف. اذا مشاهدنا كيف ما لاحظتوا معنا، الناس قالوا على انه بصح النموذج التركي طغى بكثره على الثقافه المغربيه، لا من حيث المنتوجات لا من حيث الافلام ديالهم وحتى اللباس ديالهم. الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، كنضربوا لكم موعد في حلقه جديده بحول الله. الى اللقاء.